مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة إمزورن إقليم الحسيمة. احنا في جولة في مدينة إمزورن، كنشوفوا الحركية كيف غادية، واش الناس محتارمة الحجر الصحي، مش ملتزمين. انتم الحمد لله الخير موجود، شوف كاين الناس دايره الكمامه ديالها، وكاين واحد المسافه الحمد لله. مساء النور فاطمه، وتحيه ليك وتحيه الناس ديال مراكش. سلام اختي ليلى، تحيه ليك وتحيه الناس ديال تطوان. احنا في جولة مدينة إمزورن، كنشوفوا الناس واش ملتزمة. الحمد لله الحمد لله الناس خارجة، ولكن إلا للضرورة. الحمد لله كلشي داير الكمامة ديالو. ثم هذا احد اشهر الشوارع مدينه إمزورن، اللي كان كيعرف واحد الحركيه كبيره بزاف هنا في المدينه. انتم شارع خاوي في واحد الحركيه قليله. إمزورن أم سارة قالت لك فين جات إمزورن. إمزورن بعيدة تقريبا على مدينة الحسيمة واحد 22 كيلومتر في إقليم الحسيمة. إمزورن هي جماعة بعيدة عن الحسيمة 22 كيلومتر. تحية لساكنة إمزورن، حتى هما على روح التضامن، روح المسؤولية، التعاون ديالهم مع السلطات. الحمد لله حتى هما ملتزمين بالحجر الصحي. الحمد لله ساكنة مدينة الحسيمة، الإقليم الحسيمة، ساكنة بني بوهياش، ساكنة تماسين، ساكنة إمزورن،
الحمد لله الناس ملتزمة، ما كتخرجش من ديورها إلا للضرورة. يعني تحية كبيرة ساكنة إقليم الحسيمة على روح التضامن والالتزام ديالهم بالحجر الصحي. شكرا لساكنة مدينة إمزورن. وبعد المناسبة هذه كنبغي نشكر ونحيي رجال السلطة على رأسهم السيد عامل إقليم الحسيمة السيد الباشا، رجال السلطة، ناس ديال رجال الأمن، رجال الدرك، قوات المساعدة، الوقاية المدنية، طبعا ما نساوش جنود الخفاء، أطباء المدنيين والأطباء العسكريين والممرضون. تحية كبيرة لهاد الناس أخوتي. هنا 20 كيلومتر عن مدينة الحسيمة، مدينة إمزورن هي جماعة محسوبة على إقليم الحسيمة، بعيدة عن الحسيمة 22 كيلومتر تقريبا. نعم، هنا في أحد أشهر الشوارع في مدينة إمزورن، المعروف طبعا بشارع 14.
هنا في مدينة إمزورن. نعم، شارع الدار البيضاء بالضبط. نعم، قدام السويقة. نعم، جماعة مزور تبع الإقليم الحسيمة. احنا في جولة مدينة مزور. تحية ليك خويا نادير، وتحية للناس ديال تطوان. خويا زكي، عدد المصابون بفيروس كورونا بإقليم الحسيمة 13. الحمد لله تشافوا 5، بقاو 8. هذه 14 يوم الحمد لله ما تسجلت حتى شي إصابة في إقليم الحسيمة. الحمد لله التزام الساكنة والحجر الصحي وبالمجهودات ديال السلطات والأطباء المدنيين والعسكريين، الحمد لله ما تسجلت حتى شي إصابة. والناس اللي تشافوا كنقولوا لهم على سلامتكم، الحمد لله على سلامتكم. والناس اللي باقين كيتعالجوا كنقولوا لهم الله يشافيكم. وتحية للأطباء المدنيين والعسكريين اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة، تحية لهم. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.